في هذا الدرس الجديد من سلسلة دروس شرح المنظومة الشاطبية في القراءات السبع. أرحب بفضيلة الشيخ ضيف البرنامج الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة، أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة. مرحبا حياكم بكم. الله ومرحبا حياكم بكم، الله. أهلا الله بكم، يبارك حياكم. فيكم. انتهينا أيها الأحبة، انتهينا من الإدغام، باب الإدغام الكبير، واليوم نشرع بإذن الله في باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين، وكما هي العادة نبدأ بقراءة الأبيات. وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فإدغامه للقاف في الكاف مجتلى، وهذا إذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكاف ميم تخللا، كيرزقكم واثكم وخلقكم وميثاقكم أظهر ونرزقك انجلا. أعيد القراءة مرة أخرى. وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فإدغامه للقاف في الكاف مجتلى، وهذا إذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكاف ميم تخللا، كيرزقكم واثكم وخلقكم وميثاقكم أظهر ونرزقك انجلى. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج، برنامجنا شرح الشاطبية. وجزاك الله خيرا أخي فضيلة الشيخ أحمد على هذه القراءة الجيدة المنضبطة للأبيات. كما تفضلتم، احنا بدأنا اليوم بباب من الأبواب المهمة الحقيقة من أبواب الشاطبية، وهو باب الإدغام المتقاربين، وهو طبعا من قبيل الإدغام أيضا الكبير عند أبي عمرو البصري من رواية السوسية عنه. لكن كان الحديث في الحلقة الماضية والتي قبلها عن إدغام المثلين الصغير، واليوم المتقاربين أو الحروف المتقاربة. ونذكر بأن المتقاربين المقصود بهما في ألسنة القراء هما الحرفان اللذان تقاربا في المخرج وفي بعض الصفات، مخرجهم قريب. والمتقاربان في المخرج، القاف في الكاف متقاربان، اللام مع الراء متقاربان، النون الساكنة مع حروفها ما عدا النون المدغمة فيها متقاربان. لكن هنا طبعا بدأ طبعا بالحديث عن المتقاربين في كلمة بداية، وثم بدأ بالحديث عن المتقاربين في كلمتين، في كلمة واحدة، كما يقول في بيته الأول: وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فإدغامه للقاف في الكاف مجتلى. إذا حسم الموضوع لنا، بين لنا هنا أن الإدغام المتقاربين الكبير في كلمة واحدة هو منحصر بإدغام القاف في الكاف، بإدغام القاف في الكاف. إذا هذا أول شيء ننتبه لها، أن إدغام المتقاربين في كلمة هو إدغام للقاف في الكاف دون غيرها من الحروف المتقاربة، وهذا طبعا بشرطين ذكرهما في البيت الثاني: وهذا إذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكاف ميم تخلل. هناك إذن شرطان ذكرهما الإمام الشاطبي رحمه الله لإدغام القاف في الكاف من قبيل إدغام متقاربين كبير. الشرط الأول أن يكون الحرف الذي قبل القاف متحرك، ولقوله متحرك مبين، الحقيقة هذه صفة قال تكملة البيت، ليس ما في هناك متحرك مبين ومتحرك غير مبين، هو يعني صفة لواقع الحال. واقع الحال يعني أن الحركة التي قبل الحرف حركة ظاهرة بينة، وهذا هو شأن الحركة. ربما ليخرج الحركة المقدرة فوضع قد يكون هذا، لكن يعني ما أدري إذا كان في كلمات فيها حركات مقدرة أم لا. على كل حال هي مسألة كما يقول الشراح، هي موضوع يعني وجدت لبيان الحال، حال الحركة أنها ظاهرة بينة. وبعد الكاف ميم تخلل، بعد الكاف ميم يعني أن يكون إذن هنا شرطان: شرط قبل القاف وهو الحركة، وشرط بعد الكاف المدغم فيها وهو أن يكون بعدها ميم الجمع.
وبعد ذلك أعطى مثال أو أمثلة كيرزقكم يقرأها يرزقكم، واثقكم يقرأه واثقكم، خلقكم خلقكم، ميثاقكم. طبعا هنا هذه الأمثلة يمتنع فيها، هذه الأمثلة للإضهاء للإدغام. نعم. ثم قال وميثاقكم أظهر ونرزقك انجلى. ميثاقكم أظهر، لماذا؟ لأن اختل فيها شرط من الشروط، ميثاق لم يتحرك، لم يتحرك ما قبلها، جاء قبلها ألف والألف ساكنة. فهنا الإظهار ونرزقك انجلى أيضا ليس فيها إدغام لأنه اختل الشرط الثاني، فهو ذكي. أعطانا كلمة اختل فيها الشرط الأول وهي كلمة ميثاقكم، لم يأتي قبل المدغم متحرك، وأعطانا كلمة ثانية فيها اختلال للشرط الثاني وهو أنه لم يأتي بعدها ميم الجمع، فكلا الكلمتين الحكم فيهما الإظهار. فيقول ميثاقكم كغيره من القراء، ويقول أيضا ونرزقك، نرزقك ولا يدغم القاف في الكاف لعدم وجود الميم بعد الكاف. هذه طيب. الأبيات طبعا نعم. التي في هذا. طيب قبل أن نستمع إلى تطبيق هذا هذه القاعدة في إدغام القاف في الكاف في كلمة، نقرأ الشاشة أمامكم القاعدة في إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة، إدغام القاف في الكاف كما هو واضح أمامكم على الشاشة. إذا اجتمع حرفان متقاربان متحركان في كلمة واحدة فإن السوسي يخص بالإدغام القاف في الكاف بشرطين، الأول أن يكون ما قبل القاف متحركا، والثاني أن يكون ما بعد الكاف، أن يكون بعد الكاف ميم جمع. فإذا انتفى أحد هذين الشرطين امتنع الإدغام. طيب نستمع الآن إلى هذا التطبيق من الشيخ محمد. ولذلك هنا يعني لابد أن ننتبه أنه تحقق الشرطين معا حتى يتم الإدغام، لو انتفى أحد الشرطين حصل الإظهار. نعم. فلا بد من اجتماع الشرطين معا حتى يتحقق الإدغام في هذين نعم. بين هذين الحرفين. طيب نستمع إلى التطبيق. يرزقكم من السماء والأرض وميثاقه الذي واثقكم به هو الذي خلقكم من طبعا هنا أخي قبل أن نذهب إلى البيت الذي يليه أرجو أن أنبه إلى مسألة الإدغام الكامل. كما سمعنا من الشيخ نزار جزاه الله خير لما أدغم القاف في الكاف أدغم القاف في الكاف إدغاما كاملا، وهذا عند جمهور القراء أن القاف في الكاف تقرأ هنا بإدغام كامل، يعني تسقط القاف في الكاف ذاتا وصفة، لا يبقى للقاف أثر. فلذلك ما نقول يرزقكم يرزقكم يرزقكم، زك من الزاي إلى الكاف مباشرة، وأيضا واثقكم لا يبقى للقاف أثر، قل واثقكم إدغام كامل، إدغام كامل القاف في الكاف. نعم. طيب نقرأ البيت الذي يليه. نعم. يقول الناظم رحمه الله وإدغام ذي التحريم طلق كن قل أحق وبالتأنيث والجمع أثقلا، وإدغام ذي التحريم طلق كن قل أحق وبالتأنيث والجمع أثقلا. هذا البيت طبعا ذكره هنا لأن كلمة طلق كن في سورة التحريم اختل فيها الشرط الثاني الذي ذكره ميم الجمع، لكنه قال هذه الكلمة صحيح أنه لم يرد فيها الميم بعد الكاف، لكن ورد فيها ما هو أثقل من الميم وهو النون المشددة. فالنون المشددة كانت بعد، كأنه يقول أو يبين لنا بطريقة غير مباشرة الحكمة التي لأجلها وجدت الميم بعد الكاف لتدغم القاف في الكاف، وهو وجود ما تعتمد عليه الكاف بعدها وهو الميم. نعم. ميم الجمع، ولذلك إذا أطلقت بدون شيء بعدها لا تدغم لأنها لا تكون معتمدة على شيء بعدها. فهنا قال طلق كنا، الحكمة موجودة وهو أنه بعد الكاف هناك نون مشددة. نعم. بل إن النون المشددة أثقل من الميم، فهي معتمد أقوى للكاف بعدها، ولذلك تدغم القاف في الكاف فيها. وثم أشار بعد ذلك بقوله أحق،
أن الإدغام أحق يعني هو المقدم أداء، فلذلك أخذ الشراح من هذه الكلمة أن هذه الكلمة فيها وجهان، فيها الإدغام، فيها الإظهار وفيها الإدغام. طلقكن أو طلقكن كما هو الحال بالنسبة يعني يوافق بقية القراء والرواة في هذه المسألة. ثم قوله وبالتأنيث والجمع أثقل، يعني أثقل اللفظ بنون التأنيث الثقيلة، كأنه كما قلت هذا الثقل أعطانا مسوغا لأن ندغم القاف في الكاف. طبعا هذا عبارة عن تحرير وتوجيه للقراءة، وإلا فالتلقي هو الأساس والرواية هي الأساس في هذا من أظهر الموضوع. من أظهر يعني التزم بالشرط نظرا لأنه اختل الشرط الثاني وهو عدم وجود ميم الجمع، ومن أدغم قال أن نون الجمع نون التأنيث أثقل. نعم أثقل من الميم، ولذلك يعني كانت مستندا للكافي قبلها فأدغمت القاف في الكاف معتمدة على ثقل النون التي بعدها. طيب نستمع إلى تطبيق هذه الآية. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا. طيب نتابع طبعا. طبعا هذا وجه الإدغام، وأنا طبقت وجهين الإدغام والإظهار يعني حتى يعلم المشاهدون الكرام أن في هذه الكلمة وجهين. تفضل. طيب يقول الناظم رحمه الله كما هو أمامكم على الشاشة: ومهما يكون كلمتين فمدغم أوائل كلم البيت بعد على الولا شفا لم تضق نفسا بها رم دوى ظن ثوى كان ذا حسن سأى منه قد جلا. ومهما يكون كلمتين فمدغم أوائل كلم البيت بعد على الولا شفا لم تضق نفسا بها رم دوى ظن ثوى كان ذا حسن سأى منه قد جلا. هذان البيتان طبعا الآن بعد أن انتهى من الحديث عن الإدغام المتقاربين في كلمة، بدأ الآن الحديث عن إدغام المتقاربين من كلمتين، وبين هنا أن الإدغام إدغام المتقاربين من كلمتين إنما يكون إذا جاء بعد هذه، إذا اجتمع الحرفان المتقاربان في كلمتين وأن يكون أحدهما آخر الكلمة والثاني أول الكلمة الثانية. طبعا لما يكون كلمتين المدغم في آخر الكلمة والمدغم فيه في أول الكلمة الثانية التي تليها، فالسوسي هنا يدغم الأول منهما في الثاني وصلا، إذا وصل الكلمتين أدغم الأول في الثاني إذا كان الحرف الأول أحد الحروف المذكورة في البيت الثاني. أحد لذلك هذه الكلمات أو الحروف 16 اللي في أوائل الكلمات المذكورة في أوائل كلمات هذا البيت 16 كلمة في أول كل كلمة منها حرف، هذا الحرف يدغمه السوسي فيما بعده، فيما بعده لكل حرف حروف خاصة تدغم فيه. يعني إذا كان الحرف الأول هو أحد الحروف 16، وأنا أرجو أن ننتبه لهذه النقطة. يعني عدد لنا الحروف المدغمة مش المدغم فيه. فالآن 16 كلمة: شفاء الشين، لم اللام، تضق الضاد التاء، نفسا النون، بها الباء، رم معنى أطلب الراء، دوى الدال، ضن الضاد، ثوى الثاء، كان الكاف، ذال الذال، حسن الحاء، سأى السين، منه الميم، وقد القاف، وجلى الجيم. هذه 16 حرفا مدغمة بما بعدها على التفصيل الذي سيأتينا به إن شاء الله تعالى في الأبيات القادمة. طبعا بعد بيان الشروط الإدغام وموانعه سيذكر لنا كل بيت كل حرف من هذه الحروف بماذا يدغم. لكن حقيقة أنا أشير قبل أن نبدأ بالأبيات أنه لم يلتزم الترتيب الذي وضعه في البيت هذا، لم يبدأ بالشين، بدأ نلاحظ أنه بدأ بالحاء وكذا إلى آخره، هذا ما سنعرف في لاحقا. طبعا البيت ذو معان عظيمة جدا، وذكر لنا فيه يعني كأنه تمثل بمن يعني يتكلم عنها بتصوير الشعراء: شفاء لم تضق نفسا بها
رم دواء ضني، اطلب الدواء للضني المريض عندها، وكأنه يتمثل ذلك ب يعني لا نبعد النجعة كثيرا. هذا البيت شرحه يطول سبحان الله، يطول شرحه، لكن المقصود به طبعا هو ترتيب الحروف، بيان الحروف، ترتيب وبيان الحروف المدغمة كما قلت 16. وإن شاء الله تعالى إذا سنحت الفرصة ممكن أن نتكلم عن البيت بشيء نعم. من طيب نقرأ البيت الذي يليه. نعم. يقول الناظم رحمه الله: إذا لم ينون أو يكن تا مخاطب وما ليس مجزوما ولا متثقلا، إذا لم ينون أو يكن تا مخاطب وما ليس مجزوما ولا متثقلا. نعم، هذا البيت طبعا الآن وضعه لنا الإمام الشاطبي رحمه الله في بيان موانع الإدغام. لما تكلم لنا في البيتين الأولين قال إنه يدغم المتقاربان إذا كان الأول أحد الحروف 16، لكن هذا الأمر ليس على إطلاقه، فقيد هذا البيت، قيد فيه الإدغام وذكر لنا الموانع التي تمنع الإدغام. ذكر: إذا لم ينون، إذا كان الحرف الأول، طبعا الحرف الأول منون يعني عليه تنوين، التنوين يمنع الإدغام لأن التنوين عبارة عن حرف. يعني لما نقول مثلا نذير لكم سيكون عندئذ مفصولا عن الحرف، يعني الذي أدغم هنا هو التنوين، التنوين نذير لكم. لما نقول النون الساكنة هي اللي هي التنوين، هي التي أدغمت. في ظلمات ثلاث، هذه أخفينا التنوين، ظلمات ثلاث، فصار الحكم إخفاء. فالتنوين هو عبارة عن حرف، فالحرف إذا الحرف إذا نون أصبح الحرف غير ملتق، غير ملتق بما بعده. شيخ أحمد انتبه هذه النقطة. نعم. يعني لما نقول إنه إحنا إذا لم، لماذا التنوين يمنع الإدغام؟ لأن التنوين حاجز بين المدغم والمدغم فيه. نعم. والأولوية هنا أصبحت للحرف المدغم، الحرف التنوين، لأن التنوين له حكم مستقل خاص، إما أن يدغم وإما أن يخفى وإما أن يظهر وإما أن يقلب. فلذلك الشرط الأول إذا لم ينون، وعرفنا لماذا. أو يكن تاء مخاطب، تاء الخطاب. الشرط الثاني تاء الخطاب أيضا يمنع الإدغام، مثل قوله تعالى: وما كنت ثاويا في أهل مدين، لأنه هنا يعني بيصير عندنا أول شيء الالتقاء ساكن ثا، يعني فيها ثقل، وإحنا دائما نقول سيقل المعنى، ستغيب تاء في نقطة مهمة جدا في الإدغام. الإدغام هو حكمة الإدغام تخفيف اللفظ، فإذا انبثق عن الإدغام تثقيل في اللفظ فمعنى ذلك لم يعطي الحكمة المرجوة منه. نعم. الآن العرب لماذا تدغم؟ تدغم ما حقه تخفيفا. نعم. لأن الإدغام أيسر، فلما صار هنا صار فيه ثقل فلذلك امتنع الإدغام. وما ليس مجزوما، إذا الجزم أيضا هو مانع ثالث من موانع الإدغام، يعني ولم يؤت سعة من المال، التاء مع السين هنا يؤت، التاء مجزومة. نعم. ما نقول ولم يؤسع، يعني ما صار فيها ثقل أيضا. نعم. فلا تدغم، لا يدغم المجزوم بما بعده. طبعا هنا جزمت بحذف حرف العلة من آخرها بلم. نعم. التي هي للجزم. أو المشدد ولا متثقل، يعني مشددا، إذا كان الحرف الأول مشددا لا يدغم بما بعده، مثل قوله تعالى: أو أشد ذكرى، أو أشد ذكرى، الدال مشددة فلا تدغم بالذال التي بعدها. أو مثلا: لا يضل ربي ولا ينسى، اللام مع الراء متقاربين، ولكن اللام لا تدغم في الراء لسبب التثقيل وهو التشديد. نعم. جزاك الله خيرا. نذكر مرة أخرى نعرض الشريحة فيها موانع إدغام الكبير للمتماثلين قبل أن ننهي هذه الحلقة. أمامكم أيها الأحبة على الشاشة موانع الإدغام الكبير للمتماثلين في كلمتين. أولا: إذا كان الحرف الأول منونا كما في قوله تعالى: في ظلمات ثلاث. إذا كان الحرف الأول تاء خطاب: خلقت طينا. إذا كان الحرف الأول قد حذف حرف العلة بعده للجزم كما في قوله تعالى: ولم يوت سعة من المال. وإذا كان الحرف الأول مشددا كما في قوله تعالى: أشد ذكرى.
نعم. الحقيقة قبل أن تغيب عنا هذه الشريحة، أرى أنه في لعلك يعني كأن الإدغام الكبير المتقارب وليس المتماثل في كلمتين، هذا كلام متقارب. هذا خطأي. فعلى صحيح. كل صحيح. حال هي سبق، لكن حتى نذكر الإخوة المشاهدين صحيح. موانع الإدغام الكبير للمتقاربين في صحيح. كلمتين صحيح. وجل من لا صحيح. يسوء. على كل حال جزاك نعم. الله نعم. خيرا وأحسن الله. الله يبارك فيكم شيخ. تقدم لنا مجموعة من الأسئلة في ختام هذه الحلقة. هذه الحلقة طبعا احنا تكلمنا بها عن الإدغام الكبير في كلمة وفي كلمتين. السؤال الأول، ما الحرفان اللذان يدغم الأول بالثاني منهما إدغاما كبيرا في كلمة؟ هناك حرفان لا ثالث لهما، حرفان فقط عند السوسي يدغم الأول في الثاني بقبيل إدغام متقاربين الكبير في كلمة واحدة. ما هذان الحرفان؟ وما شرط إدغامهما؟ وما شرط إدغام شروط إدغامه؟ في هناك شرطان، يعني السؤال يصبح كالتالي: ما الحرفان اللذان يدغمان إدغاما متقاربا في كلمة؟ وما شروط إدغامهما؟ السؤال الثاني، ما الكلمة التي تلحق بهما ولماذا؟ ما الكلمة التي تلحق بهذا الإدغام ولماذا؟ السؤال الثالث، ما الحروف التي تدغم إدغاما كبيرا في كلمتين؟ عدد الحروف التي تدغم إدغاما متقاربين في كلمتين. والسؤال الرابع والأخير، عدد موانع الإدغام المتقاربين في كلمتين. وأنا أشكركم نيابة على الإخوة إخواني طلبة العلم في كل مكان على هذه الفائدة الممزوجة بمتعة للعقل. أيها الأحبة الكرام، نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة لكي نتابع حديثنا عن إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ولكنها تبغي من الناس كفأها أخا في قاتل يعفو ويبغي تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا، فتى كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدني سعيه بجوازه، وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير